أنه عندنا ننزل الشيء الأكيد أنه بجانب القانوني، أن القانون في صالح اتحاد العاصمة، أها لأن كل قولة سنت فيما يخص هذا النزاع الذي تم طرحه من طرف فريق نهضة بركان حول القميص، حول الخريطة الوهمية، فهذا متنافي مع القوانين الخاصة بالاتحاد الدولي. ولذلك فإن المراسلة الأخيرة التي بعثها الطاس، بعثها إلى الكاف، الذي يستفسر فيها حول هل هذا القميص أو الخريطة الوهمية أو القميص الذي تم حمل في الخريطة الوهمية، هل هذا هو معتمد لديكم نعم أم لا، فهذا دليل جدي على الأساس، على أنه الأساس الذي سوف يبني عليه الطاس قراره، وهو هل الكاف تعتمد فعلا هذا القميص الذي يحمل الخريطة الوهمية نعم أم لا. والإجابة أكيد أن الكاف سوف ترد بالسلب وتقول بأن هذا القميص الذي تم صنعه خصيصا لهذه المقابلة فهو قميص غير معتمد، وأن حتى الخريطة التي تم وضعها القميص فهو غير معتمد، ولذلك القانون سيكون في صالح اتحاد العاصمة إن شاء الله. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.